طاقتك لهذه القراءة، أنت ممكن أن تكون في سفر الآن، أو أنك تريد أن تسافر إلى مكان آخر، أو احتمال بأنك تعمل ساعات طويلة على الإنترنت مع أشخاص غرباء عن جنسيتك. أنا احتمال بأن تكون عملك هو على الإنترنت، أو احتمال بأنك قد أغلقت علاقة ما وبدأت الآن في علاقة جديدة، أو بأنك تريد أن تبدأ في علاقة جديدة الآن. كيف ترى الحبيب؟ الحبيب تراه وكأنه سعادة كاملة بالنسبة لك، تشعر معه بالسعادة الكاملة، واحتمال بأنك تراه هو الزوج، احتمال بأنكما الآن في علاقة زواج وعندكم أطفال. الحبيب في هذه الفترة متعب جدا ومتباعد عنك، وهو في وقفة مع النفس ومحاسبة النفس. ربما يشعر بغدر وخيانة. أجل، إنه متباعد جدا عنك، وهو الآن في عزلة وفي اتصال بالروح مع نفسه ومع الله، وهو يشعر بالخيانة والغدر من طرفك، وهو يحمل أشياء أو أعباء كبيرة، فهو متعب جدا في هذه الفترة، متعب جسديا وروحيا. أنت في طاقة العشر نقود، أنت في سعادة ورخاء وثراء. ربما تكون من أسرة ثرية أصلا، أو ربما تكون عندك أعمال تجلب لك المال الكثير، وأنت ظهرت في الطاقة العملية بطاقة العالم. ربما تعمل في بلد أجنبي كما قلت، تجني من هذا العمل الربح الوفير. إذن أنت في استقرار مادي وسعادة. ربما تكون سعادة مع أسرة، ربما تكون مع هذا مع نفس الشخص متزوج في أسرة، أو ربما تكون قد غيرت طريقك وذهبت إلى زواج آخر، أو ربما تكونان أنتما في نفس الزواج وقد حصلت بينكما خلافات بسبب طرف ثالث تدخل بينكما. احتمال بأن يكون الطرف الثالث من قبل الأهل، أو من قبل أي شخص، أو من طرف العمل، أو من فعلا تعرض لخيانة، أو من خيانة بسبب خيانة، وأنتما الآن في خلاف مع بعضكما. طاقة هذا الحبيب، هو قد قطع معك كليا الكلام، هو يشعر بأنه لا يريد أن يكلمك مرة أخرى، وهو أخذ قرار بالابتعاد عنك، وهو الآن ينظر إلى مستقبله لعله يجد الشيء الذي يوفر له أو يبعده عن ينسيه هذه الأعباء أو المشاكل التي حصلت بينكما. هو يريد أن يبتعد كليا لعله يجد الراحة، وهنا مبتعد وهو هنا مبتعد، هو يريد أن يبتعد عنك كليا ويجلس مع نفسه في وقفة طويلة مع النفس لعله يحصل على الشفاء. مشاعرك باتجاه الحبيب، تشعر بأنه هو مبتعد عنك بالفعل، وأنت في وضع اختيار بين شخصين، أو اختيار بين عمل وهو. أنت في وضع اختيار، وأنت تنظر بكل صبر وترقب لهذا الشخص، احتمال بأنك تنتظر منه أن يكلمك أو تنتظر منه خبر، فأنت جدا مشغول فكرك بهذا الشيء، وأنت ما زلت متمسك به جدا، لكنك أنت في وضع اختيار، لا تعلم ماذا تفعل. مشاعر الحبيب تجاهك، هو يشعر بالخسارة، هو يشعر بأنه خسرك وأنت خسرته،
بأن تصرفاتك ممكن أن تكون قد خذلته وغدرت به، وهو أعطاك الثقة الكاملة وأنت خنته، وهو يشعر بالخسارة، الخسارة من الشيء الذي قدمه لك وأنت لم تكن بقدر المسؤولية، وتشعر بأنه ويشعر أيضا بأنك أنت الذي خسرته أيضا، لم يخسر هو ما قدمه لك فقط، ولكنك أنت أيضا الذي خسرته، كلاكما خرج من هذه المشاكل بخسارة كبيرة، هذه هي مشاعره. ولكنه ينوي أن هو غضبان بالفعل، هو عنده طاقة غضب شديدة، وعنده لا يعلم ماذا يفعل، احتمال بأن هذه طاقة الغضب التي تسيطر على تفكيري في هذه الفترة أن يقوم بعمل عشوائي غير مسؤول، أو أنه يريد أن يتصرف بسرعة ويأتي إليك خوفا من أن تذهب إلى شخص آخر أو تختار هذا الشخص الآخر، فهو عنده مشاعر كبيرة باتجاهك، وهو في حالة كسرة قلب، ولا يكون في حالة كسرة القلب إلا بعد أن يكون في حالة حب شديد باتجاهك، فهو يشعر بالألم، ولكنه احتمال بأن يأتي إليك هذا الشخص طالبا احتمال بأنه يريد أن تتناقشان أو تتوصلان إلى حل هذه المشكلة، كما قلت احتمال بأنكما أنتما الآن في زواج، وهذا الأمر يجعله مضطر لأن يأتي إليك بسرعة وبكل غضب وبكل حماس، ولكي يقدم إليك عرضا أو كلاما أو أي شيء لكي يتصرف بسرعة قبل أن تحصل مشكلة أكبر. هذا الشخص ينوي أن يأتي إليك كما قلت بسرعة، ويعرض لك حل لهذه المشكلة. إذا كان بينكم مشاكل مادية أو عدم إنصاف منك له فهو أو منه لك، فهو يريد أن يرجع لك، يعيد لك حقك، أو يطلب منك الحق. فهذه القراءة احتمال أن تكون عكسية، هو يريد أن يعطيك حقك أو يأخذ حقه منك، أنتما أدرى بهذا. فأنا أرى كما أرى بأنه هو الذي الغاضب منك، وأنت في ثراء وفي حالة مادية جيدة، كما قلت أنت احتمال تكون من عائلة ثرية وعندك أعمال، احتمال كبير بأنك تعمل أعمال مع في بلاد أجنبية، وأنت مستقر جدا ماديا، واحتمال بأنه يطالبك بمال أو بعدل أنت لم تعطه حقه، وهو يشعر بأنك لم تعطه حقه، وهو الآن سيأتي ليطالبك بهذا الحق، إما أن تعود إليه وتعطيه حقه وتكون معه باستقرار، أو بأن تعطيه المال الذي يحتاجه. نتيجة هذه القراءة، إذا كنتما في زواج وهذه المشاكل وصلت إلى النهاية بينكما، واتفقتما على الحلول المادية وعلى أي شيء، فربما يحصل انفصال، ولكن هذا الانفصال الحبيب هو الذي سيطلبه منك. إذا كانت هناك مشاكل، هو سيطلب العدل منك. لنرى تفسير لهذه الاحتمال بأنكما تفسير لهذه الورقة. أجل. هذه الورقة تفسيرها بأنكما ستبتعدان عن بعضكما،
سيخرج، سيحاول أن يدافع عن نفسه، سيحاول أن يدافع هذا الشخص عن نفسه، وسيخرج من العلاقة، وربما يحصل بينكما انفصال. أنا متأسف لهذه القراءة، لكن لا أرى شيء آخر. أحاول أن أرى أي شيء إيجابي في هذه الفترة. نصيحتك لهذه القراءة لكي تتلافى المشاكل التي ستحصل إذا طلب منك هذا الحبيب الطلاق، أن تكون حكيما وعاقلا وغير متسلط، وأن تتعامل معه بحكمة مطلقة، إذا كنت طبعا أن تريد أن تحافظ على حياتكما العائلية. وأنك وتطلب منك هذه الورقة أن تدخل شخص كبير في السن، ربما أبوه أو والده، والده أو أي شخص كبير في العائلة يتدخل لحل هذا الموضوع. ربما تتوصلان إلى قرار، إلى حل هذه المشاكل دون اللجوء إلى المحاكم. لنأخذ نصائح. ربما هذه الورقة أيضا تدل على زواج، ربما تتفقان. أنا أحاول أن أرى أي شيء. ربما تتفقان على حل هذه المشكلة، يطلب منك العدل، إعطاءه العدل، وأنت بحكمتك وعقلك ورجاحة تفكيرك ممكن أن تعطيه، تعيد إليه حقه، وتخفف من السيطرة التي كنت تمارسها على هذا الشخص، وتعودان إلى زواجكما من جديد. هذا هو الاحتمال الأنسب. فمن طرفك يجب أن تتصرف بحكمة، وتدخل شخص كبير في السن له مكانة مرموقة لحل هذه المشكلة. لنأخذ النصائح للإفادة. تقول لك هذه البطاقة: السعادة موجودة في كل مكان يحيط بنا، افتح عينيك وانظر جيدا، فأنت بنعمة يحسدك عليها الكثيرون. فأنا أرى بأن هذا الشخص، أن هذا الحبيب هو شخص مسكين وطيب وروحاني ولطيف جدا، ولا يستحق منك أن تقوم بأي عمل سيء معه. فهذه، فأنت كنت احتمال بنعمة مع هذا الشخص، ولكن يجب عليك أن تفتح عينيك وتنظر جيدا، لعلك ترى أشياء أخرى أو ناس آخرون، لعلك كنت تركت هذا الشخص وذهبت إلى طرف آخر، وأنت الآن تقارن بين هذا الشخص وبين الشخص الذي بين يديك، لأنك هنا في وضع مقارنة. أنا أرى أنك في وضع اختيار، وبأنك ستجد بأن هذا الشخص هو السعادة التي كانت بين يديك، ولكن يجب الانتباه جيدا، لأن السعادة إذا ذهبت من بين يدينا، إذا كانت بين يدينا وذهبت، لا نستطيع أن نعيدها إلينا بسهولة. البطاقة الثانية: الدعاء يجلب لك الرزق ويحقق الأمنيات، فقط اسعى وادعي. لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل. هذه البطاقة تقول لك: يمكن أن يكون هذا الشخص هو الشخص المناسب وتوأم لروحك، وتمضي معه بقية حياتك. احتمال بأن تكون أنت في علاقة زواج، أو بأنك في علاقة ارتباط، وهذا الشخص مناسب لك، وممكن أن تكون معه في علاقة طويلة للعمر كله، وتكونان في سعادة كاملة، ويكون لك هو توأم لروحك. فقط انظر إلى هذا الشيء، فقط اهتم وانظر إلى هذا الشيء، إلى هذا الشخص، فأنت موجود في سعادة كبيرة يحسدك عليها الكثيرين.
أنت الحمد لله متوفق ماديا وفي رخاء ومال، وهذا الشخص يحبك، ولا أرى بأن هناك أي مشاكل تعطل أن تكون معه، إلا إذا كان وجود لطرف آخر بينكما. تقول لك هذه البطاقة: اسمح لنفسك أن تحب، وافتح قلبك للحب، واسمح لنفسك أن تحب، وأعطي الحب أيضا للطرف الآخر. إذا هذه النصيحة تقول لك: أعطي الحب للطرف الآخر كما قلت، تحت تصرف بحكمة وبرجاحة عقل، وأعطي الحب للطرف الآخر لكي تتلافى أي مشاكل، لكي تتلافى ويكون الانفصال هذا بإذن الله هو زواج. إذا كنتما غير مرتبطين فبإذن الله سيكون بينكما، إذا كنتما مرتبطين بإذن الله سيكون بينكما زواج، وإذا كان هناك أي خلافات بينكما فبإذن الله ستعود العلاقة بينكما كما كانت في الأول وأحسن. فهذا الشخص هو الشخص الذي سيكمل معك حياتك ويكون لك بمثابة توأم لروحك. فقط افتح نفسك، اسمح لنفسك أن تحب، وأعطي الحب أيضا، واسمح للطرف الآخر أن يعبر عن مشاعره، وادعي من الله أن يحقق أمنياتك بالاستقرار والهدوء. شكرا لكم مواليد برج الأسد على هذه القراءة.